مرحبا بكم، انا عيسى المهيري. وين ما اروح وشو ما اسوي احب اشارك ربعي هالاوقات عبر التواصل الاجتماعي، واليوم بشارككم انتو تجولي في ابوظبي. تابعوني. السرعة عنصر مهم في حياتنا اليومية، لكن اليوم أنا جاي أجربها بشكل مختلف. صح رياضة الجري مفيدة، لكن مو بهاي السرعة اللي أباها. أنا الحين في ياس كارتزون عشان أجرب السرعة على أصولها، وهاي التجربة تتيح لك أنك تجرب سيارات الكارتينج لمدة 15 دقيقة مليئة بالمغامرة والمتعة. وقبل ما أبدأ يبالي سيلفي مع حلبة الكارتون. صراحة التجربة من الآخر، لازم تجربونها. الحين كابتن عباس بيعطينا التعليمات ومسار الدريفتنج سيارة تويوتا 86، وتقدر تخوض هذا التحدي مع صديق أو حتى مع نفسك. ها كابتن جاهز؟ جاهز. ما شاء الله عليك. كيف الدرس؟ وايد اوكي ما شاء الله عليك. يبالي دروس ولا ما يبالي؟ والله شوف يبي لك، في وايد اشياء ضبطت وياك. ها. وفي اشياء بعدها لازم تتمرن عليها اكثر. هي اول مره نفس ما قلت لي، صح ولا؟ اول مره. ما شاء الله عليك، كاول مره وايد اوكي. بس يبي لك في عنا اكثر، يعني اعطيك الدروس عشان في اشياء معينه لازم تضبطها. حسب يوم تسابق ربيعك ان شاء الله، تنافس ربيعك. بتدرب انا وبيبه وبغلبه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، ليش لا يعني. خلاص يعني ما بشيء اسرع من هذا. وصلت للي أباه، بالعكس أبا أعيد هالتجربة. حلو،